اخذوها كلبشوها بطريقه همجيه جدا، يعني الكلب شاف البلاستيك وحزقها على الاخر فصار تسيح عليه يعني انه مش هيك. وبعدين انا فصلوني عنها في غرفه ثانيه وبلشوا في تفتيش في البيت عشو بفتشوا ما بعرف، ما خلوا ولا إشي مكانه. وبعدها خلوني حتى بالغرفة وطلعوا أخذوها، وكانوا ببيت أخوها جنبنا برضو يعني فتشوا، حتى إجا الضابط علي على الغرفة قلت لهم أنا معي أزمة وبدي بخخت الأزمة، جابوا لي إياها بعد طبعا ربع ساعة. شوي إجا الضابط بحكي لي إنه هاي شايفة إحنا ما أحسننا معكو، هي جبنا لك البخاخة بس انتو ارهابيين وقتلة ومجرمين، انتو بتقتلونا، وهي اخذنا الكبير عن ابو عهد، ابو عهد معتقل له 9 ايام وبنعرف شوينه، هي اخذنا الكبير واخذت عهده بدي اخذ وعده بدي ارجع لك واخذ كل العيلة واخلي البيت فاضي. ورجع سكر الباب وطلع، وبعدين ضلوا مسكرين الباب علي لحد ما طلعوا ولحقتهم، كانوا صاروا نازلين بعهد وبعرفش ولا إشي. بس كنت من الغرفة أول إشي والباب مفتوح تحكي لي يما ما تخافوش ما تقلقوش ديروا بالكوا على حالكوا أنا قوية، قلت لها يما استودعناك عند ربنا لا إله إلا الله يما والله يقويكي، بس هذا اللي صار.